السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله اليوم راح نكمل في محاضراتنا في البرمجة بلغة السي شارب. إن شاء الله اليوم إن شاء الله راح ناخذ عن Formulating Algorithms Sentinel Control Repetition. الآن كيف بدنا نعمل خوارزميات؟ كيف بدنا نبرمج بعض الخوارزميات أو المعادلات اللي راح تقوم ببرمجتها، راح نقوم ببرمجتها، ولكن راح يكون نستخدم شيء نسميه Sentinel Controlled Repetition. Sentinel Controlled Repetition المقصود فيه هو عبارة عن طريقة للتحكم بالدوران، طريقة للتحكم نسميها الفلاج، في لها اسم آخر فلاج أو بسموها الدامي فاليو. هاي هي طريقة زي بيكون بيتفقد، بيقوم بحراسة وتفقد اللوب، هل اللوب بحاجة إنه يستمر أو لا، يعني في فاليو هي اللي بتتحكم في اللوب هل بحاجة للاستمرار أو لا، والقيمة غير معروفة مسبقا، وعادة القيمة غير معروفة مسبقا. اوكي، فاحنا وصلنا في صفحة رقم 154، وصلنا صفحة 154 ان شاء الله معاكم. حكينا لكم في عنا الكنترول، طبعا حكينا الريبيتيشن والكنترول لوب او الكاونتر كنترول ريبيتيشن. في عنا بيكون عنا ايش ريبيتيشن ستيتمنتس، عنا الوايل، الوايل هي بتقوم بتكرار عمل معين. في عنا كاونتر عادة بيتحكم بهذا الدوران، مثل ما حكينا لكم المحاضرة اللي فاتت. خلينا نرجع للمثال اللي اخذناه المحاضرة اللي فاتت، حكينا انه عندنا في وايل الكاونتر، عندنا كاونتر بيعد عدد الطلاب من صفر ببلش مثلا الى 10، وايل الكاونتر اقل من 10، وكل مره بيزيد عندنا كم الكاونتر؟ بيزيد عندنا 1. فبالتالي اذا من صفر ببلش وبظل يزيد من صفر 1 2 3 4 الى 10، كم بيكونوا؟ 10 طلاب. ال 10 هون مش داخله لانه بلشنا في الصفر، يعني لو تعدهم صفر للتسعه 10 ارقام، ففي داعي نحطهم اقل او تساوي. حطينا اقل وتساوي كم عدد بتصير؟ بصير عندنا 11 طالب. هذا بنسميه كاونتر كنترول ذا لوب، هو اللي بيتحكم في اللوب. يعني لو تخلي قيمه الكاونتر تزيدها مثلا اثنينات، معناته انت عمالك بتقفز من صفر لاثنين، بعدين لاربعه، بعدين لسته، بعدين لثمانيه، بعدين بتوصل لعشره خلال خمس محاولات. لو خليناه بيزيد ميات من صفر، بعدين بصير ميه مباشره، الميه اقل، فبالتالي ما نفذ الا حاله واحده. هل الميه اقل من عشره؟ نعم. فبالتالي هذا هو اللي بيتحكم فيه عامل اللوب، بيتحكم بالدوران، بيتحكم بتنفيذ الدوران. بسيم كنترول ايش؟ بنسميه كاونتر كنترول ريبيتيشن. اوكي، في عندنا الكاونتر او الكنترول فاريبل بنسميه، او الكنترول فاريبل حكينا لكم عنه وشرحنا عنه قبل، وشفنا الان مع بعضنا البعض بالمثال اللي شرحناه في المحاضره السابقه. الان في عندنا مثال اخر راح نشوف، راح نعدل على نفس المثال. طبعا هذا المثال السابق اخذناه اوكي وقسمنا والى اخره. الان راح ناخذ ايش؟ خلينا نحكي مثال جديد. هذا المثال السابق طبعا شرحناه المحاضره اللي فاتت. مثال جديد راح يكون هذا بيحكي لنا عن ايش؟ Formulating Algorithms Sentinel Controlled Repetition. اوكي، حكينا لكم Sentinel Controlled Repetition المقصود فيه عندنا السنتينال فاليو. السنتينال فاليو اللي بيسموها سنجل فاليو او الدامي فاليو او الفلاج فاليو، هي فاليو انت ما بتعرفها، ما بتكون محدده، يعني ما بنعرف كم الدوران راح يستمر. ممكن يظل الدوران يستمر 20 مره او مره او مرتين او ثلاث. مين بتحكم فيه؟ السنتينال فاليو او الدامي فاليو او الفلاج فاليو او السنجل فاليو، هي اللي بتقوم بالتحكم في الدوران وبتنهي الدوران او بيستمر الدوران. طبعا عاده نحن نطلب من المستخدم ايش بتحب يكون الدامي فاليو الان او السنتينال فاليو، فبالتالي هو ايش بيحدد لنا ما هي القيمة التي يجب الاستمرار فيها او لا. فراح نشوف الان بيحكي لك افرض عندك عدد معين من الطلبة انت مش عارفهم، يعني هاي في عندك ممكن لورا شوي هيك هون. اوكي، الان هون بيحكي لك انه بدنا نكتب برنامج. هذا البرنامج بقول لك while the user has not yet entered السنتينال فاليو، ما دام اليوزر لسه ما دخل القيمه اللي هي بيقول خلص انتهيت انا او بكفي او انتهى او وقف، فبالتالي بضل داخل اللوب، بنضل احنا داخل اللوب. يعني كالاتي، بقول للطالب قم بادخال علامات الى ان ايش؟ تشعر انك ادخلت جميع علاماتك، او سوري مش تشعر، قم بادخال علامات اي عدد من العلامات تريده، ومن ثم نقوم بحساب لك الافرج. الآن البرنامج بيفتح المجال للطالب إنه يدخل أي عدد من العلامات. نرجع هنا، طبعًا تغييرات بسيطة راح نحل هاي المشكلة. نرجع للدوران هذا، تتذكروا إحنا بلشنا من الكاونتر من الصفر،
وكل مرة خلينا نحطها هاي هون مباشرة إذا بتحبوا، وكل مرة بنزيد واحد. خلينا نلغي هاي الكاونتر، هاي المرة فاتت بس للطباعة للتوضيح كانت. الآن حكينا لكم بلش من الصفر وبننهي عند العشرة، بقول ما دام الكاونتر أقل من سوري زيدت واحد طبعا، دال الكاونتر أقل من عشرة ضلك دخل، من صفر لا بضل. إذا بدخل الصفر بدخل علامة الطالب الأول، بعدين بزيد الكاونتر بواحد، بعدين كاونتر اثنين بثلاث بأربعة بخمسة، بتقدر طبعا تحط هاي الكاونتر هون، بلشنا بصفر ودخلنا اللوب، بعدين بصير كاونتر واحد، بندخل علامة الطالب الأول، بيزيد العلامة للتوتال، برد بيسأل هل الواحد أقل من عشرة؟ بيقول له نعم، برد يدخل بيزيد الكاونتر يصير اثنين، بندخل علامة الطالب الثاني وإلى آخره بالطريقة هاي. فبالتالي راح يصير عندنا إيش؟ قمنا بعملية إدخال علامات العشر طلاب. طب السؤال الآتي، لو بدنا نغير شغلة معينة على هذا الدوران، إنه لا أنا لا أستطيع معرفة كم علامة، بقول للطالب قم بإدخال على أي عدد من العلامات ومن ثم نقوم لك بحساب المجموع. في الحالة هاي نقوم بإدخال كم علامة بالبرمجة الموجودة أمامنا هنا؟ بالحالة الموجودة هاي سنقوم بإدخال 10 علامات إجباري. لو وضعنا الكنترول هنا الكنترول فاريبل اللي وضعناه مثلا 3، راح يسمح لي أدخل 3 علامات لا أكثر ولا أقل. نعمل ران ونجرب. الآن ندخل العلامة الأولى، عدوا معي العلامات. هاي العلامة الأولى الطالب جاب على سبيل المثال نفرض علامات من 10، طالب جاب 6، الطالب الثاني جاب 9، الطالب الثالث جاب 8، وحسب الأفرج. ما سمح لي أكمل. ليش ما سمح لي أكمل؟ لأنه الدوران ببلش من الصفر وبينتهي عند أقل من 3، فبالتالي هون راح يكونوا 3 علامات اللي هي الصفر العلامة الأولى، 1 2. لما يصير 3 الكاونتر قيمته 3 ما بإيش راح يخرج من الدوران، راح يخرج من الدوران لأنه الكاونتر لا يساوي 3، لازم يكون أقل من 3، ما بصير لا يسويها ولا يصير أكبر منها. طيب نعيد، لو سئلت سؤال أنت قلت لك نفس البرنامج هذا، بدي منك أنت الآن تعمل على عملية إيش؟ تحاوله بحيث يسمح للطالب يدخل أي عدد من العلامات. خلينا نفكر مع بعض. أنا الاقتراح أو السنتينال فاليو، بنحط فاليو بنسميها هون، نضيف متغير جديد بنسميه ايش؟ بنسميه هذا المتغير بدي اسميه اكزيت او فينيش. اوكي، فينيش تساوي زيرو، فينيش تساوي زيرو، يعني الفينيش تساوي زيرو لم ينهي مثلا، انا هيك معناها عندي خليتها. طبعا بصير اسمي اي اسم، اي اسم، بس انا بسميها فينيش. فينيش تساوي زيرو، بقول وايل الفينيش لا تساوي واحد. إذا ما دام قيمة الفينش مش واحد، قيمة المتغير إنهاء واحد، يعني فينش واحد، يعني إذا كانت تساوي واحد خلاص أنهى. ما دام الفينش لا تساوي واحد، إذا ما ساوت واحد ادخل جوا. أيوة، ادخل جوا دخل علامات. الآن ادخل جوا ودخل العلامات. فإذا كاونتر تساوي كاونتر زائد واحد، دخل العلامة الأولى وبنسأل هنا. بنقول ايش؟ كونسول، طبعا كونسول دوت رايت لاين اف تو فينيش. اوكي 1 تو فينيش 1 or any other value to continue. هنظبطها بعد شوي. مثلا please، مثلا ممكن اظبطها هيك، please enter 1 to exit or to finish to exit else. مثلا اذا بتحب else بنحط طبعا صفر. اذا هنا خلينا يعني غيرت عليها شوية الجملة بحيث تكون please enter 1 to exit، اذا بدك تدخل واحد معناته انهينا. else او or 0 to continue.
إذا حددت أنا 1 to exit و 0 to continue. طبعا بصير 0 أو أي قيمة، بس أنا هون حددتها بالبرنامج هذا تاعي، أعطيتها هنت للمستخدم إنه يكون 0. طيب حلو. الآن خلينا نرجع نكبر لكم إياها. اوكي هون بدنا اشي، لا حاليا خلي واضح لحد الان ان شاء الله بيكون واضح. الان بسال، بقول فينيش، بسال لما انا بدي اخذ قيمه فينيش تساوي ايش؟ كونفرت دوت 2 n32، بعدين شو نحط هون؟ كونسول كونسول دوت رايت، ولا ريد كونسول ريد ولا رايت؟ احنا هون لما نقرا قيمه كونسول دوت ريد لاين. ممتاز، ضعف اصلا منقوطه. الان لاحظ انا بلشنا بصفر، افترضنا انه بده يدخل علامه الطالب ودخل اول علامه وجمعناها المجموع. بساله هون بليز انتر 1 تو اكزيت، اذا بدك تعمل اكزيت انتر 1، else 0 to continue مثلا. اوكي الان او or 0 to continue. الان بقرا العلامه، بقرا سوري لقيمه الفينش، اذا كانت 1 بيجي هون. هل الفينش لا تساوي 1؟ اذا ساوت 1 معناته خلص، اذا ما ساوت 1 ما خلص. خلينا نعمل نشوف كيف بده يصير تنفيذ الكود. الكود هو نفس الشيء، بس خليت انا قبل ما انفذ بدي ارجع اشرح لكم اياه. الكود نفس الشيء بس عرفت متغير هون اللي بيتحكم باللوب، اللي هي سنتينال فاليو او الدمي فاليو او الفلاج فاليو اللي هي قيمه الفينش. اذا صارت الفينش if finish equal 1 do continue. طب اذا finish لا تساوي 1، هذا المتغير اللي انا عرفته معناته ايش؟ اذا finish لا تساوي 1 معناته بدنا نستمر، while finish not equal 1 continue، ضلك دخل علامات. بسال بالنهايه finish or not مثلا please enter 1 to exit، اذا 1 كانت قيمه الفينش بيجي هون. هل الفينش لا تساوي 1؟ لا، بيطلع 1 معناته بيطلع خارج الدوران. نعمل run نشوف الرن. please enter grade مثلا ندخل علامه، علامه الطالب الاول 10، وبقول لك الان please enter 1 to exit و0 to continue. لا 0 بدي اعمل continue. فلاحظ سالني عن العلامه الثانيه، بقول له طيب العلامه الثانيه بدي اياها 20، برجع بسألني 1 to exit or continue؟ بقول له لا يا عمي بدي اعمل continue 0. دخل علامة الثالثة 30 exit or continue؟ continue. برد دخل علامة 40. الآن بسألني بعد ما دخلنا علامات 10 20 30 40 please enter 1 to exit، اعمل 1 حسب لي الافرج. شفت كيف؟ خلص لما عملت 1 عمل exit، لما عملت 1 عمل exit، وبالتالي هذا ايش اللي صار عندي؟ انه انهى البرنامج، ظل شغال. اذا انا ممكن من البدايه ادخل علامة الاولى 90 اوكي واعطي 1 واعمل اكزيت، فقل لك الافرج 90. فاذا انا اللي بتحكم في ايش؟ انا البرنامج بتحكم في الدوران، بتحكم فيه بالدوران، بتحكم فيه في الدوران. فهي بسموها سنتينال فاليو. طبعا بصير عمليه امبلمنتيشن لها كثير، هاي طريقه حلوه بسيطه. طبعا نقدر نحط هذا اذا طب بيجي واحد بيقول لي افرض انه المستخدم من البدايه، افرض انه المستخدم من البدايه ما بده يدخل ولا علامه، يعني هون لو تعمل رن اجباري لانه بما انه قيمه الفينش زيرو فبيدخل هون مباشره بيدخل العلامه، بيطلب منك العلامه. لو افرض انا عملت رن وما بدي ادخل ولا علامه، برد نضيف هذا الكود هون. ليش هذا الكود ضفناه هون؟ يعني نفس الكود تاع الفينش حطيناه في البدايه، ليش حطينا الكود تاع الفينش في البدايه؟ حطينا الكود للفينش بالبدايه اساس من البدايه بسالك would you like to continue or not. اذا انا حطيت finish 1 معناته بديش ادخل ولا علامه، بس هون بصير عندي شيء اخر راح نشوف الان ايش الايرور اللي راح يصير. خلينا نشوف اول شيء نستر would you like to continue يعني 1 to exit، بدي اعمل exit. فبالتالي قال لك ان اي ان ايش معناته؟ انه ما دخلت انت علامه، فبالتالي لا يجوز حساب الافرج لانه ما بصير نقسم على الكاونتر. كم الكاونتر هون؟ كاونتر صفر طبعا بالبدايه بما ما دخلناش ولا علامه، بضل صفر، بضل صفر. فلما تقسم اي عدد على صفر بسموه ايش؟ نوت ديفاين او لا يجوز نوت
ديفايند بيكون ايش؟ انه لا يجوز القسمه على صفر، لانه بالرياضيات لا يجوز القسمه على صفر. فاذا لاحظ صار برنامج احلى. ليش احلى؟ لانه البدايه اول شيء بيسالني هل بتحب تكمل دخل علامات ولا تعمل اكزيت؟ بقول له لا والله حابب ادخل. اوكي زيرو كونتينيو. طبعا بتقدر تنظمهم تحت بعضهم البعض، يعني جمله اوتبوت زيرو تو كونتينيو بدخل العلامه الاولى 20. يقول لي طب حابب تكمل دخل علامات ولا لا؟ بقول له زيرو تو كونتينيو، برد اقول له 90. فاذا هي طريقه، طبعا في عده طرق حتى ما كملت، طبعا هاي طريقه وعده طرق. فاذا ليش وضعنا هاي؟ حتى نتحكم بالدوران. طب بيجي واحد بيقول لي يا دكتور هل في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه. نشطب هذا الكلام مبدئيا وبنشطب الفينش كلها ونشطب المتغير هذا وبنرجع الكود كما كان. في طريقة اني اتحكم بالدوران من خلال ايش؟ متغير موجود عندي فيش داعي اعرفه، خلال متغير اسمه جريد علامة. الجريد العلامة بقول اذا العلامة لا تساوي بختار علامة معينة. ايش العلامة المعينة؟ مثلا بختار علامة ناقص واحد. هل عمرك شفت الطالب جاب ناقص واحد بالتوتال بالجامعة مثلا؟ الجامعة علامات من صفر إلى مثلا من صفر إلى 100، ما في ناقص. فبقول while the grade ما دام العلامة لا تساوي ناقص واحد خلي الطالب يدخل علامات. إذا هون شو بحط له المسج؟ بقول please enter grade or minus 1 to exit. إذا هون إيش اللي بصير؟ رح يصير يطلب منك علامات، وبايش بقول لك؟ رح يصير يطلب مني علامه، وبعد ما يطلب مني العلامه ايش بقول لي؟ ايش بقول لي؟ بقول لي بليز انتر ا جريد اور ماينس 1 تو اكزيت. اذا ما بدي ادخل علامات بحط ماينس 1. فاذا هون ما عرفنا لا فينش متغير ولا خلينا العلامه، وقلنا ما دام العلامه لا تساوي ناقص واحد ضلك اطلب منه يدخل علامات. نعمل رن ندخل علامه للاول 100. طب حابب انهي خلص ناقص واحد. طبعا هون في عنا هلا بحكي لكم ليش طلع الافرج عنا في غلط. لان دخلنا علامه صفر، هل العلامه تساوي ناقص واحد؟ لا. فطلب من ادخل ايش؟ ساد الكانتر صار واحد ودخلنا العلامه لهذا الطالب. ادخلت العلامه الاولى ضفناها للتوتل رجع هون. الان وين بسال عن الجريد؟ بسأل عن الجريد بالطريقة هاي. فبالتالي لما يجي يدخل هون بيكون already ايش؟ دخلنا علامة ناقص واحد وانضافت للجريد. ايوه. فإذا لاحظ في عندك أكثر من طريقة حتى تعالجها. شو اللي عمالي بحكيه أنا؟ العمالي بحكيه أنا هلا الطالب افرض دخل علامة ناقص واحد. طب هل بصير لما دخلنا ناقص واحد؟ لنفرض إن دخلنا أول علامة ناقص واحد. ناقص واحد كم الكاونتر صار؟ واحد عندنا. ناقص واحد صارت في الجريد، فبضيفها للجريد للتوتال. هذا غلط. اذا بنقول اف، متى بنضيف العلامه للتوتال؟ اف الجريد ها مالها نوت ايكوال ناقص واحد. اذا العلامه لا تساوي ناقص واحد فبالتالي معناته هي علامه، لانه الناقص واحد هون تعبر عن ايش؟ عن الخروج من البرنامج، الخروج من الدوران، سوري الخروج من الدوران. فأنا بقول له إذا الجريد لا تساوي ناقص واحد اجمعها للتوتال. صح ولا لا؟ منطق. لأنه إذا الجريد، وكمان في نقطة ثانية إيش؟ متى بنحسب الأفرج؟ أيوة بعد شوي خلينا أبسط لكم إياها، يعني نركز على هاي أول شيء ثاني. إذا عندي أنا هنا if الجريد not equal minus 1 معناه تضيفها للتوتال. طب افرض ماينس 1 ما بصير. طب الكاونتر، الكاونتر بلش من صفر، ضفنا علامه، دخلنا العلامه الاولى، امورنا تمام، رجعنا صار الكاونتر 2. لما اجينا بطلنا ايش؟ بطلنا انه ندخل. اذا الجريد كانت ماينس لا تساوي ماينس 1 ما ضفهاش للتوتال. اف الجريد لا تساوي ماينس 1 معناته ما تنفذ هاي. اوكي. If grid equal minus 1 فبالتالي if grid not equal minus 1 ولازم نحط عندها جملة أخرى مع الإف تكون تابعة إلها. ها جيب، شايفين الكاونتر هذا؟ بنجيبها وبنحطها هون.
ليش؟ طبعا في طرق كثيره للحل. الان انا ايش اللي بصير عندي؟ بقول له دخل صفر اللي هي العلامه الاولى. طبعا باجي بسال بليز انتر جريد اور ماينس 1 تو اكزيت. دخل من البدايه ايش؟ دخل من البدايه، دخل من البدايه ناقص مثلا ناقص واحد، فبالتالي ناقص واحد هل تساوي ناقص واحد؟ هل ناقص واحد لا تساوي ناقص واحد؟ لا تساويها، فمعناها الجملة خطأ، معناته لا تضيف لا الجريد ولا تزيد الكاونتر. طيب خلينا نجرب هاي الحالة، في راح يكون عندك الحل صحيح إن شاء الله. من أي ناحية؟ راح نقول نفرض أن طالب بده العلامة الأولى 100، حلو، وناقص واحد تو إكزيت، الأفرج 100. نجرب حالة ثانية، طبعا نعمل رن، دخل علامة 100، دخل علامة 96، دخل العلامة، خلاص خلينا نعمل اكزيت. 90 و100 قديش مجموعهم هذولا؟ 190 تقسيم 2 بيطلع الافرج 95. حلو. طيب ناخذ حاله، لاحظ اذا ليش وضعنا هذا الكلام؟ لانه صارت الجريد مش بس علامه، مرات ممكن يكون ناقص واحد للتحكم للخروج. اف الجريد نوت ايكوال ناقص واحد، اذا ما كانت تساوي ناقص واحد معناته هي فعليا علامه، معناته ضيف للجريد معناته يزيد الكاونتر. طب افرض من البدايه، هاي حاله ناخذها كنترول اف 5، افرض من البدايه دخل الشخص ناقص واحد، طلع شو راح يطلع الافرج؟ نت افيلبل. طب اذا متى بيحسب الافرج؟ الافرج فعليا بنقدر نقول ينحسب، يتم حساب الافرج اف متى؟ اف الجريد، اف سوري، اف الكاونتر، صح؟ نوت ايكوال الكاونتر صفر. اذا الكاونتر مش صفر معناته في افرج، اذا الكاونتر صفر معناته انت ما دخلتش ولا علامه، فما داعي تحسب. أول شيء if الجريد لا تساوي معناته احسب. طب افرض الجريد else، شو يعني else بهاي الحالة؟ else المقصود فيها هون، اوكي المقصود فيها هون ايش المقصود فيها؟ لتكون منظمة، else if الجريد if الكاونتر لا تساوي صفر، لا تساوي صفر معناته في ادخال علامات. طب عكس لا تساوي صفر انها تساوي الصفر، يعني الالس متى بنفذ الالس؟ بنفذ الالس اذا كان الكاونتر يساوي صفر، فلازم نحط له كونسول دوت رايت لاين مثلا نو جريدز وير انترد. اوكي مسج. فبالتالي هون شو قلت له؟ إذا الكاونتر لا تساوي صفر فوت. طب إذا تساوي صفر معناته هو فعليا no grade where enters. وبظل الافرج عندك ايش؟ طبعا هاي بنقدر ايش نحطها بعد ما يحسب الافرج. خلينا نفتح قوس، هاي صار عندي جملتين لإف. ايوه انا يكون برنامجي شويه نرتبه احنا، اوكي هذا كله ترتيب بس. الان اذا الكاونتر اف كاونتر اكبر من صفر، اذا بتحبش تحطنا لا تساوي، اذا الكاونتر اكبر من صفر معناته في ادخال العلامات. طب اذا مش اكبر من صفر بده يكون صفر، فبالتالي نو جريد وير انتر. اذا الكاونتر اكبر من صفر اذا ادخلنا علامات، اذا بنقسم على التوتال على الكاونتر وبنطبع الافرج، عشان هيك وضعنا جملة الاف انه طبعة الافرج. طب else ما دخلوا علامة ف where no grade where entered. نعمل run ده البرنامج، نشوف كيف صار شكله حلو، نعالج اذا في عندنا اي مشاكل. اوكي نشوف please enter a grade or minus 1 to exit. من البداية عم بدي، فبقول لك no grade where entered، لا حسب لك average ولا شيء، فصار جميل شكل البرنامج. اوكي نعمل مرة ثانية run، اوكي مرة ثانية run، بندخل علامة 100 مثلا enter، دخل علامة 90، دخل علامة 80، دخل علامة 90، دخل علامة 70، دخل علامة 60. لاحظ عدد العلامات المسموح لك تدخلها، خلاص عمي انهيت العلامات مفتوح. انا خلاص ما بدي علامات ادخل، فالان حسب لك الافرج، طلع حسب لك اياه بدبل.
سبك يبدأ بالقيمة دقيقة مكونة من عدد كبير جدا من الخانات. اوكي، لو قلنا هاي 4 و8 12 16 خانة على يمين الفاصلة العشرية. فبالتالي عندك لاحظ بقينا بعملية إدخال العلامات إلى أن وصلنا إلى هاي المرحلة. شوف المثال الكتاب، طبعا هاي أنا جربت لك أكثر من تجربة، جربت لك أكثر من طريقة، طورت لك المثال السابق، وأشوف مثال الكتاب هو في شبيه بهذا المثال، ممكن تلاقي فيه اختلافات. أنا لأني بصراحة يعني كل الكود اللي كتبته هذا يعني الآن بنيته، يعني مش شيء مسبق من أي ناحية إنه لازم تكتب هاي هون ولا تكتب هاي هون ولا شو الحالات اللي تعالجها، بس شبيه جدا بمثال الكتاب راح تشوفوه الآن، نفس الفكرة بده يعالج. طبعا الكتاب شارح لك إنه إيش اللي عماله بصير، كتاب حال بطريقة أخرى، عمل كلاس، عرف التوتال، الجريد كاونتر، الجريد، وعرف الأفريج كدبل، وعرف التوتال زيرو، وعطى الكاونتر يساوي صفر. من البداية سألك انتر جريد أور ماينس 1 تو كويت عشان الخروج، فبداخل العلامة إذا كانت الجريد العلامة لا تساوي ناقص 1 ضلك جوا اللوب، بنزيد الجريد وبنزيد التوتال وبنرجع نسألك مرة ثانية هون بالنهاية. يعني شوي طريقة شبيهة لكن شوي اختلاف بسيط جدا. إذا بالبداية قبل ما يدخل على اللوب هو عامل إنه بيسألك هل بدك تكمل ولا لا. فبعدين إذا أنت ما دخلت ناقص 1 معناته بدك تدخل على اللوب، إذا دخلت الجريد ما تساوي ناقص 1 معناه علامة، فأضيف أو زيد الكاونتر. الآن بيسألك بس قبل ما تخرج من اللوب بتحب تكمل أو ماينس 1 تو إكزيت، فبالتالي إيش اللي بيصير عندك؟ إذا دخلت ماينس 1 بيعمل اكزيت. بيسأل هون اف جريد كاونتر لا تساوي صفر، هاي زي اللي سألناها احنا قبل شوي، فبالتالي اطبع وهو إلى آخره، ايلس نو جريد وير انترد. اوكي، فشبيه جدا بالمثال اللي ولكن أنا شرحت لك إياه بعدة طرق وعدة احتمالات، بدي إياك تفكر أكثر مما إنك تبصم أو تاخذ الأمور يعني مسلمات. اوكي، طبعا وايل جريد إيش هون عماله بيحاول يشرح لنا. طبعا هل يجوز وضع الوايل بدون الاقواس؟ ما بيجوز. ليش ما بيجوز وضع الاقواس؟ لانه هيك من كم جمله تابعه للوايل؟ جمله واحده فقط، هاي الجمله جمله واحده فقط هي بتكون تابعه على جمله الوايل. اوكي، without the brace loop would consider its body to be only the first statement. اوكي، يعني راح يكون الجمله الاولى فقط هي تابعه لمين؟ نعمل هايلايت لها، هي الجملة الأولى تابعة، ما بصير إنك تشيل الأقواس ساعات الوايل. هون بس بدي أوضح لك النقطة. انفينيت لوب، شو يعني انفينيت لوب؟ حكينا لكم انفينيت لوب هذا بنسميه الفيروسز أو الفيروس، يعني أحد أنواع الفيروسات. انفينيت لوب دوران غير منتهي، شو يعني دوران غير منتهي؟ دوران غير منتهي يعني أنت يعني لو شطبنا هذا القوس لنفرض وشطبنا هذا القوس، لأن كم جملة تابعة على الوايل؟ كم جملة تابعة على الوايل؟ فعليا جملة واحدة، يعني جملة اطبع اطبع راح يضل يطبع لك اياها مستمر ما راح يوقف. فبالتالي طلعوا هيك راح يشوف، نكبر لكم الاوتبوت، راح يضل مستمر بالطريقة هاي يطبع الى ما لا نهاية وما راح يوقف. فانت عمالك بتشغل الكمبيوتر بيكون بيزي بطريقة يعني غير مستمرة. لاحظ هون بيطبع يطبع بس انت ممكن مش شايف لانه نفس الجملة فبالنسبة لك ثابتة، لكن طلع الكرسر هون كان بيعمل بلينكينج، فبالتالي هذا بيدل على انه عماله بيطبع. وطلع الكرسر هون هاي عندي، هاي شايفين كيف، ولسه في كمان وراح يضل مستمر. فهذا دوران غير منتهي وهذا خطا، ننهي اما من الاكزيت او كنترول او سي على ما اظن. اوكي، فبالتالي هاي الفكره اللي بدي اشرح لنا اياها الكتاب، بيحكي لنا انه لا يجوز انك ايش، طبعا الا اذا له هدف انك تتعامل مع دوران غير منتهي. دوران غير منتهي. اوكي، رجعنا المثال وشفنا مثال الكتاب. شوف يونري اوبريتور، اوبريتور كان تيك اونلي وان اوبرند. الان يعني زي الـ يعني زي البلس زي الماينس. اوكي، اوبريتور يعني الاشاره اللي بتكون للعدد. فبالتالي راح نشوف الان، وفي اولويات حكيناها، الاولويات للقسم والضرب هاي بتعرفوها. طبعا هو بالكتاب عامل ايش؟ عامل كل الكلام اللي شرحناه قبل شوي بكلاس، وبالتالي مش تو كلاسز عندك. يعني اذا بتحبوا الان خلينا اروح اطبقها على ما في بعض الطلاب يكونوا
يعني نفرض انه هذا كله بكلاس اسمه بروجرام، وبدي اروح هون على سوليوشن اكسبلور، رايت كليك، اد، اختار اد كلاس واسميه مثلا كلاس تيست او بروجرام تيست، اي اسم بدك اياه. بروجرام تيست كلاس اخر، اوكي بروجرام تيست هو كلاس اخر. الان هون ما بدي اخلي المين موجود وين بنفس الكلاس، فبالتالي انت نشطب المين وصار عندك ميثود موجود بكلاس اسمه بروجرام. طب كيف بدي اتعامل معاها من هذا البروجرام؟ سهل جدا، ها يلا public static صح، نكمل void تاز مين الام كابيتال، قوس مسكر قوس، نوضع الاقواس ونقول انتر. اوكي اذا انشانا مين. طيب داخل هذا المين ايش اللي بصير داخل المين؟ ايش الاعمال بصير داخل المين؟ بدنا نتعرف على البروجرام، الكلاس اسمه بروجرام، فاذا هون بدي انشئ منه ايش؟ انشئ منه اوبجكت، نقول بروجرام بنسميه مثلا اوبي او اي اسم بدك اياه، ايكوال نيو ايش؟ نيو بروجرام، نحط فاصل منقوطه. فاذا صار عندنا اوبي هو عباره عن نسخه. طيب كيف بدنا نستدعي الميثود الموجودة جوا OP اللي جوا البروجرام؟ OP دوت ايش اسم الميثود؟ مش ظاهرة عندنا. طب ليش مش ظاهرة؟ نشوف الـ average، calculate average عندي، مالها الـ calculate average؟ calculate average محطوط بدون أي نوع بياني، فبالتالي تعتبر private public، هيك بتصير معرفة، هيك بنقدر نوصلها من خلال object دوت. ف OP طبعا البروجرام هذا هو عندنا الموجود. public static void خليها void طبعا لانه احنا بطلنا نستدعيها من داخل المين، عندنا الكلاس موجود وعندنا dot calculate average. اوكي فاذا OP calculate average نوضع هيك فاصل مقطع. هاي نفس الطريقة بدل ما يكونوا ببرنامج واحد فصلتهم ببرنامجين. طبعا هنا بالكتاب ايوه فصار عندنا هذا كلاس وجويته في ميثود، طبعا بتقدر تحط له كونستراكتر، راح نعرف له بعد شوي كونستراكتر. ايوه وهي عندنا انشأنا اوبجكت واستدعينا. كيف بدنا نعرف كونستراكتر؟ طبعا انا بعمل لك ريفيجن، انا بعمل لك ريفيجن مش اني عمالي. طبعا هم بيقولوا في ريفرنس 1 الها اللي هي this method اللي هو OP هو اللي بيرجع لها بيتعامل معاها، بقول لك OP اللي بيتعامل مع هاي الميثود. كيف بدنا نعمل constructor هون؟ يلا يا شباب ساعدوني. public ممتاز، نكتب ايش؟ program بنفس الطريقة، حلو، وبنوضع اقواس ونسكر وبنكتب هون مثلا ايش نكتب؟ مثلا console.writeline سوري object was sorry was created. اوكي فبالتالي ايش اللي سويناه هنا؟ عرفنا constructor، هذا constructor كان متغير بيستقبل ولا متغير، شو هدفه؟ يطبع عبارة object was created. متى تطبع هذه العبارة؟ عندما يتم انشاء object. من انشأنا object بالبرنامج هذا؟ هيا هون. فاذا اول ما نعمل رن راح ينشئ اوبجكت، راح يروح يستدعي وراح يطبع لك عباره اوبجكت واز كرييتد، وبعدين بفوت على كالكوليت، بعدين بيدخل على كالكوليت وبينفذها. شايف اوبجكت واز كرييتد معناته الان، ودخل على الايش على البرنامج الاخر، وخلينا ندخل ماينس 1 ونعمل اكزيت نو جريد وير انترد. حلو فاذا لاحظ يعني انا عملت هون ريفيجن كمان، كملنا المثال، عملنا كل شيء، فعملنا كونستراكتور. هل بقدر اعرف كونستراكتور ثاني؟ يستطيع ان البرنامج الواحد يستطيع ان يوجد فيه اكثر من كونستراكتور. public program نفس الصيغه نفس الاسم نفس كل شيء، لكن اكثر من كونستراكتور، لكن يجب ان يختلف ايش؟ يختلف هون الباراميترز اللي بيستقبلهم اللي برحب فيهم اللي حكينا هذول بين الاقواس. فمثلا بقول انتجر اكس، الان كم كونستراكتور عندي صار؟ مثلا كم كونستراكتور صار عندي؟
كونسول طبعا اول شيء دوت رايت لاين ذا فاليو اوف اكس ايكوال اوكي خليها هيك بلس اكس. اسالكوا سؤال، كم كونستراكتر عندي؟ تو كونستراكترز، هل يجوز بنسميه كونستراكتور اوفرلود؟ اوفرلود يعني اعاده تعريف الكونستراكتور بطريقه ولكن مختلفه. شو بيختلف هون؟ اختلف عندنا ايش؟ اختلف عدد البارامترز، فهون ما بيستقبل ولا بارامتر، هون بيستقبل بارامتر واحد. طب كيف بده يميز البرنامج اي كونستراكتور من الاوبجكت؟ هو اللي بيحدد اي كونستراكتور يروح له. طب ايش اللي بيخليه يميز؟ خلينا نعرف اوبجكت ثاني، بروجرام مثلا OB2 equal new program، وإذا وضعنا بين الأقواس 10 بيروح على أي constructor؟ هذا رح يطبع لك object was created، وهذا رح يطبع لك إيش؟ هذا رح يطبع لك إيش؟ رح يطبع لك the value of x، لأنه رح يستدعي الكونستراكتر الثاني. لاحظ يقول لك في one reference هي OB2، طب هذا reference عليه OB، طب ليش هذا ريفرنس عليه OB وهذا ريفرنس عليه OB2؟ لانه لاحظ بانشاء الاوبجكت هون، بانشاء الاوبجكت ما بعثت فهذا الانسب له، هون بعثت رقم فهذا الانسب له. حلو؟ اوكي. فاذا لاحظ ايش اللي عماله بصير، فبالتالي صرنا نعرف انه في عندنا اكثر من كونستراكتر. نشوف المثال الكتاب. اوكي، نستد كنترول ستيتمنت، سهل جدا هاي النستد، كثير بسيطه كثير سهله، في الكتاب شرع عنها كثير لكن هي فعليا على ارض الواقع بسيطه جدا. نستد كنترول ستيتمنت يعني شو الكنترول ستيتمنت؟ الكنترول ستيتمنت هيهم كنترول ستيتمنت مثلا زي اف، اوكي زي اف والس. الان هذول اف والس، ما هو كل الشابتر اللي احنا سويناه كنترول ستيتمنت بارت 1 كنترول ستيتمنت بارت 2، من ضمنهم الجمل التكرار والاف والالس، وراح ناخذ جمل اخرى. الان الاف والالس جوا مين؟ جوا الوايل، نستد انسايد ذا وايل، هاي الوايل جويته في جمله اف. الاف بتحدد شيء معين، اف بتحدد شيء محدد او معين، راح نشوف، خلينا نشوف ايش ضل عندنا بهذا الشابتر لانه فعليا الاوبريتور هذول سهلين. طيب انا ما بدي اطول هاي المحاضره، المحاضره الجايه راح اشرح لكم يعني بسيط وانهي الشابتر هذا. اتوقع لهون نكون ان شاء الله تكونوا فهمتوا، بديش اضيع عليكم اطول الماده بهذا الشرح بهذا الفيديو. اوكي، فاحنا وصلنا، خلينا نحكي اللي شرحناه. لا صفحة 166، والمحاضرة الجاي بعون الله رح ناخذ العنوان، هذا العنوان الجديد رح يكون عندنا مع انهاء الشابتر. بتمنى انكم فهمتوا، بتمنى انكم تتابعوا، بتمنى انكم تطبقوا. طريقة شرحي كانت تعتمد على انك انت تكون متبع ومركز معي، وانك ان شاء الله كمان تطبق. وانا حطيت خيارات كثيرة، يعني انا طريقة الشرح اللي بتبعها احط خيارات كثيرة، اكتب البرنامج معك شوي شوي بناء على طلب طلاب. يقول لك يا عمي دكتور والله لو تفهم تكتب لنا انت البرنامج وتفكر فيه وتخطئ فيه افضل مما انك تجيب لنا برنامج جاهز ومباشرة توضع لنا اياه مع الحل.